بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. لماذا اخترنا دراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ نصيحة العلماء جعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. اعتنى بهذا الكتاب العلماء شرحه تدريسا. عناية العلماء بهذا الكتاب بشرحه والإرشاد إلى حفظه. يرد على الشبهة. رد على الشبهة التي يأتي بها على الشرك في زماننا. كثرة الشروحات عليه. حسن التبويب والترتيب والتصنيف وغير هذا. طيب. غيره. نعم. لا خلفك. نعم. خلو الكتاب من المقدمة. لماذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة الكتاب؟ قلنا إما ابتداء بالبخاري حتى يعلق الناس بالكتاب والسنة. ثاني سقطت في بعض النسخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. غير هذا. الأبواب الخمسة. أبواب الخمسة الأولى أكتفى بالترجمة. فتح الله عليك. نعم. يعني ختم المؤلف بآية وما قدر الله حق قدره. بهذا الباب. ليبين يعني أن الكفار لم يعظم الله، بل من قبح الشرك كونه مسبة لله. ومن دلائل حسن التوحيد تنزيها لله عن المسبة، وتعظيم الله سبحانه وتعالى يكون بالتوحيد. أو أراد أن الله سبحانه وتعالى يثقل له الموازين بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي. فتح الله عليه. أو حتى لا يغتر الإنسان وقل أنه موحد، ولا بد أن يكون في توحيد العبد شيء من النقص. نعم. نعم. اعتنى كثيرا بتوحيد الألوهية. اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى بتوحيد الألوهية، ولم يتجاهل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف. غيره. قلنا يمكن أن نقسم أبواب الكتاب إلى عشرة. إذا أردنا أن نفهرس ونقسم الكتاب والله أعلم، يكون التقسيم إلى 10 أقسام. القسم الأول المقدمة تحتوي على 5 أبواب. القسم الثاني تفسير التوحيد. وفسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. القسم الثالث إبطال آلهة الكفار، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. القسم الرابع سبب الكفر. والخامس تقسيم الناس أو سبب الكفر بالله، الرد ودحض حجة من يقول أن الشرك لاقع في الأمة وفي الجزيرة. السادس أعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهج اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتم. غير هذا. نعم. أن البخاري بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. بدأ الله يفتح عليك. وهذا فيه أن المؤلف رحمه الله تعالى ختم بالتوحيد تفاؤلا، أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد. نعم. أن البخاري ختم كتابه بحليه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يثقل له الموازين لهذا الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الكتاب له مكانة، لأن الله سبحانه وتعالى هو العظيم. وكذلك أراد أن يحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب، وسبحان الله وبحمده، هذا من حمد الله على النعم، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. نعم. أنه من عادة المؤلف أن يجمل ثم يفصل. نعم. وفعل في هذا في الباب التالي. نعم، أن نفصل في آخر قبل الأخير على ما قسمنا، القسم قبل الأخير على ما قسمنا هو أطول قسم في الكتاب. فتح الله عليك. نعم. آمين. خلوه يعني خلو من المقدمة فيها شيئا آخر. أيوه. هو أن أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة. بالكتاب والسنة كما علق البخاري رحمه الله تعالى الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا كتاب متخصص في الحديث
هذا كتاب متخصص في التوحيد، افتح الله عنه. طيب نعم نعم آخر. قلنا أنه يجب حفظ المسائل مع الدلائل. حفظ المسائل هذا الأولى، والمسائل هذه من وضع المؤلف رحمه الله تعالى كالشرح لكتاب التوحيد، وأحسن من يشرح الكتاب هو المؤلف. وكذلك على ما يعني اتفقنا عليه أننا نسير على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهنا في القول المفيد. والشرح قلنا نسير فيه معرفة التعريفات والتقسيمات وربط الآية والحديث مع الباب والباب مع الكتاب. طيب من يقرأ لي أبواب كتاب التوحيد؟ ما شاء الله، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، نعم كتاب التوحيد، فتح الله عليك. قال كتاب التوحيد، التوحيد تقدم معنا، عرف التوحيد لغة وشرعا وأنواع التوحيد الثلاثة، وذكرنا في توحيد الألوهية أن توحيد الألوهية هو توحيد العبودية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. العبادة تعرف باعتبارين، العبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل، باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل عرفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. أقوال لا إله إلا الله، أفعال الصيام، والصلاة تجمع الأقوال والأفعال. الظاهرة الإسلام في حديث جبريل عليه السلام، الباطنة الإيمان الخوف والرجاء. نعم. طيب، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن تقدم معنا أن هذا الباب الناظر في الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يجد أنها تجتمع في باب وجوب التوحيد. إذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان الأدلة على وجوب التوحيد، وأراد المؤلف الله أعلم أن يبين أن التوحيد أوجب الواجبات، أول الواجبات، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا، ما هذا البعث؟ أن اعبدوا أي وحدوا، أن اعبدوا الله، إذن دين الأنبياء واحد. واجتنبوا، هذا أبلغ في الزجر والبعد عنهم، أي اجعل عباد الطاغوت في جانب وأنتم في جانب، وهذا من تحقيق البراءة من الشرك وأهله، لا تتراءى نارهما. والطاغوت تقدم معنا من أحسن ما قيل فيه ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أحجار وأشجار أو متبوع علماء سوء أو مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وتقدم معنا أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت، شرحنا. وقضى ربك، القضاء قضاء الله سبحانه وتعالى، القضاء والحكم والإرادة يقسم العلماء رحمهم الله تعالى القضاء إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع، أما الكوني لابد أن يقع ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى فيما لا يحب. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا يحبه الله، نعم وقع من كل الخلق، لا إذن شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يحبه الله، لا وقع فهو كوني. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نعم. وقوله قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، نعم بدأ في هذه الآية بالشرك، نعم ألا تشركوا به شيئا، النكرة يعم كل ما يشرك به من دون الله، نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك شيئا نكرة تعم.
فعن ابن مسعود رضي الله تعالى قال نعم من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه نظر في هذه الآيات وجد أنها جمعت الدين كله. الباب الثاني. نعم. أعرف. نريد الباب الثاني. قول الله تعالى. أي باب؟ فضل. توحيد وما كفر من الذنوب. طيب. باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. لو قال لك قائل المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب وهذا فيه أن المؤلف يرى أن التوحيد ليس بواجب، نقول لا. عند العلماء قاعدة رحمهم الله، ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. مثال هذا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ذكر فضل صيام شهر رمضان هذا لا يعني أن صيام شهر رمضان ليس بواجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. والمؤلف رحمه الله قدم أي باب؟ باب وجوب التوحيد، وثنى بباب فضل التوحيد. ما الثمرة من حفظ كتاب التوحيد؟ ثمرات كثيرة. ما الثمرة من حفظ هذا الباب، باب فضل التوحيد ووجوب التوحيد؟ إذا سئلت لماذا ندرس التوحيد؟ ماذا تصنع؟ تقرأ هذه الأبواب. سأل الأستاذ عن مسألة في الطهارة، فقام أحد الطلاب وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه، المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، فالماء الطهور كذا، وسرد كل كتاب الطهارة من حفظه، وقال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت، هذه الثمرة من الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام إذا عمل. فلو يسألك سائل كيف نحقق التوحيد؟ تقرأ عليه باب من حقق التوحيد. كيف أخاف؟ تقرأ عليه باب الخوف. كيف أدعو؟ أو ما الذي يدعى إليه أولا؟ تقول الصلاة، لا، التوحيد، والدليل تسرد عليه الباب. ما حكم الذبح لغير الله محبة وتعظيما؟ تقرأ عليه الباب. وعلى هذا مفهوم. طيب، إذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد حتى يبين أن التوحيد من أوجب الواجبات وأول الواجبات في الباب الأول، وهنا أراد التشويق. إذا بدأ بوجوب التوحيد حتى تعرف أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، وثنى بباب فضل التوحيد حتى تشتاق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فضل التوحيد ومكفر من الذنوب، وقلنا فضائل التوحيد كثيرة، استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان، سبع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة إلا واحد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الباب الثالث تحقيق التوحيد. المؤلف رحمه الله بعد أن بين وجوب التوحيد وعرفت أن التوحيد أوجب الواجبات، بين لك فضل التوحيد، تشوقت الآن لمعرفة التوحيد، فأراد منك أن تحقق التوحيد. تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد، نخلص من ماذا؟ من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. كيف يحقق التوحيد؟ يحقق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد. كيف يحقق التوحيد عند المؤلف رحمه الله؟ بقراءة الباب إجمالا، وتفصيلا بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون، والثبات على التوحيد حتى ولو كنت وحدك، وترك طلب الرقية والافتواء وكذلك التطير. لماذا؟ لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. مرة أخرى، لماذا جاء المؤلف بباب تحقيق التوحيد؟ أراد أن تحقق التوحيد، أي تخلص التوحيد من ماذا؟ من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، والبدع والمعاصي.
كيف يحقق بالقول والعمل والاعتقاد؟ كيف يحقق عند المؤلف بقراءة الباب إجمالا وتفصيلا الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إن إبراهيم كان أمة إمام قدوة للآخرين. قانتا كثير الطاعة مع الدوم عليها، لله إخلاص، حنيفا مقبل الله مذبلا عن الشرك، لم يكن من المشركين البراءة من الشرك وهل بالقلب اللسان والجوارح. السادس شاكرا لأنعمه. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ستة ذكرت في الآية: إمام يقتدى به، كثير الطاعة مع الدوام عليها، الإخلاص، مقبل الله مدبر عن الشرك، لم يكن من المشركين البراء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه. الشكر النعمة ابتلاء وتحتاج إلى الشكر، وقليل من عبادي الشكر. والاقتداء بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون، والثبات على التوحيد، النبي وليس معه أحد، لم يترك التوحيد، أراد هذا منك، أن تبقى على التوحيد حتى وإن خالفك الجميع. الرابع ترك طلب الاكتواء، وكذلك ترك طلب الرقية. أما ما يتعلق بالتطير سيأتي معنا بإذن الله تعالى باب كامل في التطير. التطير هو التشاؤم لمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان، سيأتي بإذن الله تعالى باب كامل في التطير. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى جاء بباب الخوف من الشرك. لماذا؟ عندنا قاعدة، كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. إذا من هذا الباب، من باب تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب، هذا فيه شرح لتحقيق التوحيد. كيف تحقق التوحيد؟ بالخوف من الشرك. كيف تحقق التوحيد؟ بالدعاء لشهادة لا إله إلا الله. كيف تحقق التوحيد؟ بأن تذبح لله محبة وتعظيما لا لغيره. كيف تحقق التوحيد؟ بأن بما جاء في الرقية أنها شرعية وشركية وكذا، مفهوم؟ طيب، إذن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. من تحقيق التوحيد الخوف من ضده أي الشرك. كيف تخاف من الشرك؟ إجمالا بقراءة الباب عند المؤلف رحمه الله. كيف تحقق التوحيد؟ التفصيل: أولا بدراسة التوحيد، الثاني بدراسة الشرك، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، بالدعاء. لعل البعض لم يتصور يوم من الأيام أنه يدعو بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تحقيق التوحيد، الخوف من الشرك يكون بماذا؟ بالدعاء وبالبراءة من الشرك وأهله، البعد عن الكفار. قلنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام، أبو الأنبياء، كسر الأصنام بيده، أثنى الله عليه خليل الرحمن، وبعد هذا واجنبني، أي اجعلهم يا في جانب وأنا ما أريد أراهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. يحقق التوحيد بهذه الأمور والله أعلم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف الباب الخامس، وهذا الباب فيه أن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، نزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، ومن قبح الشرك كونه مسبة لله، ومن دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة: وما أنا من المشركين البراء من الشرك وأهلي. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم، للسببين:
السبب الأول أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى التوحيد، هذا السبب. السبب الثاني أراد، والله أعلم، أن يدحض حجة من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، قال لا، أول ما يدعى إليه التوحيد، وساق الأدلة رحمه الله تعالى على هذا. تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن شروط الدعوة إلى الله خمسة. الشرط الأول الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه، حتى يقال عنه عالم ومدرس وكذا، صلى الله السلام عليه. الثاني العلم الشرعي، أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول إخلاص. الشرط الثاني على بصيرة، أي على علم شرعي. الشرط الثالث معرفة حال المدعو. قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، عندهم كتب منزلة من السماء، عندهم حجج، عندهم كذا، خذ لهم الأهبة والاستعداد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ كيف يناظر الكفار، ما قال ناظرهم وبين ما لديهم من أخطاء وكذا، لا، ماذا تصنع، كيف تدعو أهل الكتاب، تعلمهم التوحيد. لأن المناظرة الآن، أنا لو أقول لهذا لديك لحية، قد يقول لا، نعم، عندك كذا، قد يقول لا، فماذا تصنع؟ ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال ليكن أول ما تدعوني. إذن كيفية دعوة أهل الكتاب تكون بالتوحيد. كذلك الروافض الآن، لو جئنا وأردنا أن ندعو الروافض، ماذا نصنع؟ نقول عندكم، يقول وأنتم عندكم، عندكم، نقول عند، ما تصلح هذه الطريقة. الطريقة الصحيحة نعلمهم التوحيد، نقول ادخلوا في توحيد الله، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ أي نعم. هذا الشرط الثالث من شروط الدعوة. الرابع الحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشرط الخامس الصبر، لأن هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله، سلك هذا الطريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولحقوا ما لحقوا من أذى. أنت تظن أنه تسلك هذا الطريق وتجد هذا الطريق مفروش بالورود؟ لا يمكن، لابد أن يلحق الداعي شيء مما لحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، أول ما نزل عليه القرآن، خاف عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ورقة رضي الله عنه، لأن ورقة رضي الله عنه أول من آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى قدر أن ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيطرد ويعاد وكذا، لماذا؟ حتى يهيئ للدعوة إلى الله. أنا أقول لهذا الآخر، هذا الطريق فيه حفر وفيه كذا وفيه كذا، ماذا يصنع؟ يحتار، نعم. ففي أول الدعوة الله سبحانه وتعالى هيئ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطريق، نعم، وبين له كيف يسلك هذا الطريق. ومع هذا أوذي النبي عليه الصلاة والسلام، وصبر عليه الصلاة والسلام، وتفاءل ولم يتطير، نعم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم أن المؤلف رحمه الله عقد قسم ثاني على ما قسمنا، وهو باب تفسير التوحيد. لماذا؟ ذكرنا أنه لم يذكر مقدمة، وأن هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. الآن بدأ في الكتاب، قال من هذا الباب تفسير التوحيد إلى نهاية الكتاب شرح للتوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه، الباب فضل التوحيد ولابد من تحقيقه، أي تخليصه من الشرك، والخوف من ضده والدعاء
والدعوة إليه. قال خذ الآن من هذا الباب إلى نهاية الكتاب شرح للتوحيد الذي وجب عليه، مفهوم؟ نعم. هذا أهم ما يكون في هذه الأبواب الخمسة والله أعلم. ماذا أخذنا؟ أخوان هؤلاء ما يتغيروا؟ اللي شاركوا معنا. نعم. بدأ بأي باب؟ على ما اصطلحنا الباب الأول، اصطلحنا نسميه باب وجوب التوحيد. لماذا اصطلحنا نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد؟ نظرنا في الأدلة وجدنا أن الأدلة تجتمع في باب وجوب التوحيد، وهو لم ما أراد أن يذكر شيء من كلام كتاب التوحيد وقول الله تعالى. إذن بدأ المؤلف بباب وجوب التوحيد على ما اصطلحنا عليه حتى يبين التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وأعظم المحرمات الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأول أمر في القرآن وأول نداء في القرآن نداء التوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، والأدلة كثيرة. بل أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن التوحيد لا تخلو منه آية. الباب الثاني وما كفر من الذنب، هل معنى هذا أن التوحيد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس بواجب؟ لا. لماذا؟ لأنه قدم باب وجوب التوحيد